مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي الطلاب في درس جديد بعنوان المساحة السطحية للأشكال المركبة رقم 2. نستطيع من خلال هذا الدرس إيجاد مساحة الأشكال المركبة ثنائية الأبعاد. لنراجع ما تعلمناه سابقا عن الشكل المركب، أنه هو عبارة عن تجميع شكلين هندسيين أو أكثر. كهذا الشكل الهندسي نلاحظ أن هذا الشكل يتكون من عدد من الأشكال الهندسية البسيطة. فمثال ذلك، لو قمنا بتقسيم هذا الشكل الهندسي المركب إلى أجزاء سيتكون من عدة أشكال هندسية. في البداية الشكل A هو عبارة عن مستطيل أو مربع، الشكل B هو عبارة عن مستطيل، وC هو عبارة عن مثلث. نلاحظ مجموع هذه الأشكال الهندسية يعطينا شكل هندسي مركب نسميه الشكل المركب. الآن لنقوم بالخطوة الأولى، أوجد مساحة كل وجه من أوجه هذا النموذج. الآن هذا الشكل، هذه عبارة عن شبكة هذا المجسم. الآن نقوم بحساب ما يلي. في البداية نلاحظ أن هناك في اللون الأزرق مستطيلين لها نفس الأبعاد، وثلاثة مستطيلات أخرى لها نفس الأبعاد أيضا. الآن نقوم بما يلي، نحسب مساحة كل مستطيل ثم نضربها بعدد المستطيلات، ثم ننتقل إلى الشكل باللون الأحمر، وهو عبارة عن شكل أيضا مركب مكون من مثلث ومربع. نلاحظ لدينا مثلثين لها نفس الأطوال هنا وهنا، وأيضا لدينا مربع لها نفس الأبعاد، ومربع آخر له نفس البعد الآخر. الآن سنقوم بالعملية التالية في الخطوة التالية في إيجاد المساحة الكلية. المستطيلين باللون الأزرق 24 ضرب 10 يعطينا 240 ضرب 2 لأنها مستطيلين. 24 في 12 يعطينا 288، نضربها في 3 لأن لدينا 3 مستطيلات. الآن 144 وهو 12 ضرب 12 لأن هذا عبارة عن مربع، والمربع طول الضلع تربيع يعطينا 144، ولأن لدينا مربعين نضربها في 2. والأخيرا لدينا مثلثين، نحسب مساحة المثلث الأول نصف ضرب طول القاعدة وهي عبارة عن 12 ضرب الارتفاع ليعطينا 48، ونضربها في 2 لأن لدينا مثلثين. الآن نقوم بجمع هذه العملية كاملة ليعطينا 1728 سنتيمتر مربع. إذن يحتاج جاسم إلى 1728 سنتيمتر مربع من الورق على الأقل لتغطية النموذج بالكامل. الآن لننتقل إلى السؤال التالي في حاول أن تحل. يريد مزارع طلاء الوجهين الأمامي والخلفي لحاضيرته، إذا كان كل عبوة طلاء تكفي لطلاء 32 فت مربع، فما عدد عبوات الطلاء اللازمة لطلاء الوجهين الأمامي والخلفي للحاضيرة بالكامل؟ في البداية لنقوم بتقسيم هذا الشكل المركب إلى أشكال هندسية بسيطة. نلاحظ أنها تتكون من مثلث في الأعلى ومستطيل في الأسفل، وأبعاد المستطيل 12 في 11، وأبعاد المثلث طول القاعدة هي عبارة عن 12، والارتفاع يمكن حسابه من خلال طرح 15 من 11 ليعطينا 4. إذن كل المعلومات جاهزة، الآن لنبدأ بحساب مساحة المستطيل وهو عبارة عن 11 في 12 الطول ضرب العرض ليعطينا 132، ومساحة المثلث نصف ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع، وكما قلنا أن طول القاعدة هو عبارة عن 12 والارتفاع هو عبارة عن 4 من خلال طرح 15 ناقص 11.
الآن مساحة الوجه الأول ستكون هي عبارة عن مساحة المستطيل زائد مساحة المثلث ليعطينا 132 زائد 24 وهي 156 فت مربع. الآن لدينا نلاحظ السؤال طلب إيجاد عدد العبوات اللازم لطلاء الوجهين، إذن لدينا وجهين أمامي وخلفي، إذن سنقوم بضرب مساحة الوجه الواحد باثنين ليعطينا 312 فت مربع. لكن كم نحتاج من عبوات الطلاء؟ نلاحظ أن كل عبوة طلاء تكفي لطلاء 32 فت مربع، إذن نقوم بقسمة هذا الرقم 312 على 32 ليعطينا 9.75% من عبوات الطلاء. لنأخذ الآن هذه التمارين والمسائل في السؤال الأول الذي يقول أوجد المساحة الكلية للشكل أدنى. في البداية نلاحظ هذا عبارة عن شكل مركب، ويتكون هذا الشكل من عدة أشكال هندسية بسيطة. في البداية نقسم هذا الشكل المركب إلى هذه الأشكال الهندسية البسيطة. في البداية لدينا هذا الخط، وأيضا هذا الخط لينتج لدينا عدة مساحات وعدة أشكال هندسية بسيطة نسميها A و B و C. الآن لنبدأ بإيجاد مساحة كل واحد من هذه الأشكال على حدة. نلاحظ مساحة A. مساحة A هي عبارة عن مستطيل، إذن نقوم الطول في العرض، الطول 9 والعرض 8، نقوم بضرب 9 ضرب 8 ليعطينا 72 متر مربع. نأخذ مساحة الشكل B وهو أيضا مستطيل، الطول 9 والعرض 4، إذن نضرب الطول ضرب العرض 9 في 4 يعطينا 36 متر مربع. وأيضا مساحة الشكل C هو عبارة عن نصف القاعدة في الارتفاع، القاعدة 9 والارتفاع هو عبارة عن 5، إذن نصف ضرب 9 ضرب 5، 9 ضرب 5 45، نصف ال 45 تعطينا 22.5 متر مربع. الآن لنحصل على المساحة الكلية للشكل هي عبارة عن 72 زائد 36 زائد 22.5 ويعطينا 130.5 متر مربع، وهذه هي عبارة عن مساحة هذا الشكل بشكل كامل، أو نسميها المساحة الكلية لهذا الشكل. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا موضوع هذا الدرس، نلقاكم في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.